بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حق تلاوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ومن نحب ممن قال فيهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، اللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، بدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن صفات الحروف، وقلنا بأن الصفة هي الكيفية وهي ما قام بالشيء من المعاني، وذكرنا بأن صفة الحرف تعني الكيفية التي يخرج بها الحرف من مخرجه، وذكرنا فوائد دراسة صفات الحروف. أقولها باختصار: هي معرفة الحروف المتحدة في المخرج وتمييزها عن بعضها، أيضا معرفة الحروف الضعيفة من الحروف القوية، وبالتالي عدم السماح لحرف بالتأثير على الحرف الآخر، وأيضا تحسين تلاوتنا ونطقنا لحروف القرآن الكريم، وبذلك ننال الأجر إن شاء الله تعالى من ربنا عز وجل. اليوم نتحدث عن أقسام الصفات. صفات الحروف تنقسم إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول صفات لها ضد، والقسم الثاني صفات ليس لها ضد. القسم الأول وهو الصفات التي لها ضد، هذه الصفات قسمت إلى أقسام أو إلى صفات متعددة بناء على معايير لهذه الصفات صنفت من خلالها الحروف. هذه المعايير هي 4 معايير. المعيار الأول هو معيار جريان النفس وانحباسه، ومنه انقسمت الحروف إلى حروف الهمس والجهر، فما يجري فيه النفس هو حرف همس، وما لا يجري فيه النفس هو حرف جهر. أيضا المعيار الثاني هو معيار انحباس الصوت، فما ينحبس فيه الصوت هو حرف شدة، وما لا ينحبس فيه الصوت أي يستمر فيه الصوت هو حرف رخاوة. وهناك حروف بين بين فأعطيت صفة البينية. المعيار الثالث هو معيار ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف، وبناء عليه انقسمت الحروف إلى حروف مستعلية يرتفع فيها أقصى اللسان، وحروف مستفلة لا يرتفع فيها أقصى اللسان. والمعيار الرابع والأخير هو معيار التصاق وارتفاع طائفة وأجزاء من اللسان على الحنك الأعلى، وهذا أدى إلى انقسام الحروف أيضا إلى حروف مطبقة ينطبق فيها أجزاء من اللسان على الحنك الأعلى، وحروف منفتحة لا ينطبق فيها اللسان على الحنك الأعلى. هذه المعايير 4 قسمت بناء عليها الحروف الهجائية العربية، وبالتالي سيكون موضوع حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، نبدأ الحديث عن هذه صفات تباعا. فنتحدث ابتداء عن الصفات التي لها ضد، وهي 10 صفات، ولكن المهم منها 8، وسنشرح سبب ذلك. وأيضا نتحدث عن الصفات التي ليس لها ضد، وهي 7 صفات، ومنهم من يجعلها 8 ومنهم من يجعلها 9. اليوم أيضا سنقرأ الصفحة 39 من المصحف الشريف من سورة البقرة، من الآية 38 بعد 200 وحتى الآية 45 بعد 200. نبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآيات التي قرأناها نحب أن نستمع إليها من حضراتكم. نستقبل اتصالاتكم وتسجيلاتكم الصوتية عبر الواتساب أو عبر الاتصال المباشر على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة، فأهلا ومرحبا بكم معنا. ابتداء نبدأ بالأخت ليلى من السويد، أرسلت تسجيلا صوتيا، نستمع للأخت ليلى. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا. يبدو انقطع التسجيل.
انقطع التسجيل في آخر الآية الأخيرة من هذه الصفحة. شكرا للأخت ليلى على هذه التلاوة الطيبة. الأخت ليلى، عندك ملاحظة مهمة جدا، وهي أن النون الساكنة ليست دائما فيها غنة زائدة، فهناك النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار فإنها تظهر ولا يزاد فيها غنة، مثل قوله تعالى: فإن خفتم، لا يصح أن نقول فإن خفتم. وكذلك الميم الساكنة ليس فيها غنة، ويحترز أكثر إذا جاء بعدها حرف الفاء، كما في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا. فالأخت ليلى بدل أن تظهر النون والميم في الموضعين أعطتهما غنة وأعطتهما حكم الإخفاء، وهذا خطأ. فإن خفتم فرجالا، هذا خطأ ينبغي أن نحترز منه، وهذه الحروف يكثر الخطأ فيها الحقيقة إذا جاءت النون ساكنة وبعدها حرف الخاء والغين، كثير من الناس يخطئون فيها فيعطونها غنة على أنها إخفاء وهي إظهار. وكذلك الميم الساكنة إذا جاء بعدها الفاء كثير من الناس يخطئ فيها، ولذلك الإمام ابن الجزري نبه إلى هذا الخطأ فقال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. شكرا لك يا ليلى. والآن معنا الأخت شهد من تركيا. أهلا بك يا شهد. أهلا بكم شيخنا. حياكم الله، تفضلي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في وعزيز حكيم. طلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليك يا شاهد، ما شاء الله، فتح الله عليك وزادك من فضله وأقر به بك عيني والديك. الحقيقة ليس عندي ملاحظات إلا أن أدعو لشاهد بأن يزيدها الله سبحانه وتعالى إتقانا وفهما وتدبرا لكتابه. شكرا لك يا شاهد على هذه التلاوة المباركة، فتح الله عليك وجزى الله من علمك خيرا. ما شاء الله، نتابع أيها الإخوة والأخوات، نستعرض بعض الأخطاء الشائعة في تلاوة بعض الكلمات القرآنية من هذه الصفحة المباركة من القرآن الكريم. حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات، اللام هنا مرققة دائما، والصلاة الوسطى. هنا عندنا في كلمة الوسطى خطأين شائعين يكثر الخطأ فيهما. الخطأ الأول في الواو المضمومة، فالبعض يحول الواو المضمومة إلى همزة فيقول والصلاة الأسطى. الأسطى هذا خطأ، تحولت الكلمة من الوسطى إلى الأسطى، وهذه كلمة أخرى مختلفة تماما. وكذلك السين أيضا البعض يحولها إلى صاد بحكم
مجاورتها للطاء، وهذا أيضا خطأ شائع. معنا الأخت أم محمد من تونس. أهلا بك أم محمد، أهلا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. انتبهي للواو أم محمد، وقوموا. وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الغنة كما علمكم ما، الميم مع الميم هنا غنة. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح. انتبهي أم محمد، أم محمد بارك الله فيك، خرجنا فيها فتحة وليس ألف. فإن خرجنا فلا، وليس فإن خرجنا فلا. خرجنا يعني جمع. نعم. فإن خرجنا فلا. مرة أخرى بارك الله فيك. خرجنا فلا. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقبض بالضمة، يقبض ويبسط. شكرا لك يا أم محمد، صدق الله العظيم. شكرا لك أم محمد، كانت تقرأ معنا برواية الإمام قالون، وهي الرواية المشهورة عند أهل تونس. بارك الله فيك يا أم محمد وفتح الله عليك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجرين، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أختي أم محمد، تحتاجين لو تتكرمي أن تعودي للحلقات الأولى من هذا البرنامج التي تحدثنا فيها عن حروف المد وعن الفتحة والضمة والكسرة وأزمنتها. فمن الخطأ أن نبالغ في زمن الفتحة أو الضمة بحيث تتحول إلى حرف مد، مثل ما حصل معك. فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلن في، فإذا بلغت في الفتحة أصبحت خرجنا، صارت نا للجماعة، وكذلك فعلنا صارت فعلنا أيضا للجماعة، ومثلها أيضا في الضمة. يقبض هنا ضمة وليس واو، يقبض ويبسط هذا خطأ، والله يقبض ويبسط، طبعا قرأتها بالصاد بناء على الرواية. شكرا لك على اتصالك وفتح الله عليك وفقك الله. وقوموا لله قانتين،
وقوموا لله قانتين، فإن خفتم، هنا النون الساكنة كما ذكرت قبل قليل يكثر الخطأ فيها عند الفاء عند الخاء وعند الغين، فالبعض يعطيها غنة زائدة وهي هنا مظهرة إظهارا حلقيا. وكذلك الميم خفتم فرجالا، كذلك البعض يخفي الميم عند الفاء خطأ وهي واجبة الإظهار هنا، بل كما قلت هنا ينبه وينتبه أكثر إليها لاتحاد مخرج الميم والفاء، فهما يخرجان من الشفتين كما بينا ذلك في مخارج الحروف. فإذا أمنتم فاذكروا، كذلك مثل خفتم فرجالا، فاذكروا، الذال هنا مرققة فلا يصح تفخيمها كما قرأت الأخت قبل قليل فاذكروا، هذا خطأ، فاذكروا الذال دائما وأبدا مرققة فلا يصح تفخيمها، لأن الذال إذا فخمت تحولت إلى ظا وهذا حرف آخر، وبالتالي تتغير الكلمة إلى كلمة أخرى. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، طبعا الغنة على الميم عند إدغامها بالميم هذا أمر لا بد من الانتباه إليه، دائما الميم عندما تدغم في الميم أو الميم المشددة عندما نصادف ميم مشددة أو نون مشددة فلا بد من زيادة الغنة فيها وفق المقدار المحدد. والذين يتوفون، يتوفون كما ذكرت في اللقاء الماضي أيضا يتوفون، كثير من الناس يخطئ فيقول يتوفون، هو يتوفى، فالفعل مبني على ما لم يسمى فاعله وهو الله عز وجل، هو الذي يتوفى الناس، الله يتوفى الأنفس حين موتها أو تتوفاهم الملائكة كما في آية أخرى، فالله يتوفى الناس بأمر الملائكة بقبض أرواحهم، فهنا الإنسان يتوفى، فنحافظ على هذا الضبط للكلمة يتوفى، يتوفون. أيضا يتوفون، البعض يحافظ على ضمة الياء ولكن يضم الفاء وهذا أيضا خطأ، يتوفون خطأ، يتوفون. معنا تسجيل بصوت الأخ محمد من تركيا، نستمع للأخ محمد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما شاء الله، ما شاء الله عنك يا محمد، يعني قراءة متقنة وأداء طيب، ولكنك مستعجل قليلا فتح الله عليك. يا محمد بحكم صغر السن ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك في طاعته، يعني بصغر السن عندك يعني ضيق في النفس أو عدم قدرة على الاستمرار بالكلمات والتلاوة القرآنية المتواصلة،
فإذا وقفت في موضع فتأكد أنه يصح أن تبدأ منه كما فعلت، فلا جناح عليكم، عفوا متاعا إلى الحول وقفت، غير إخراج. هنا غير إخراج يعني لم ترتبط الكلمة لا بما قبلها ولا بما بعدها، فينبغي لك أن تعود وتقول متاعا إلى الحول غير إخراج، وهكذا أيضا في الآية الأخيرة. ولكن شكرا لك على تلاوتك، كان أداؤك طيبا، فتح الله عليك وأقر بك عيني والديك، وجزى الله من علمك خيرا. معنا الأخت لطيفة من الجزائر أو من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما. أين ذهب الصوت؟ ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا لك يا أخت لطيفة من الجزائر على هذه التلاوة الطيبة المباركة، وكانت الأخت تقرأ برواية الإمام ورش عن الإمام نافع. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية: 0+ التفاعلية، تواصل على مدار الساعة. بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv. قاف التفاعلية، بنقرة واحدة. اقرأ لا فعلا مجردا بل باسم ربك.
اقرأ ما في الكون باسم ربك، واقرأ ما في الكتاب باسم ربك، واجعل حياتك كلها لاسم ربك. قاف، اقرأ. نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك. نحن معك. حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد، وتابعنا أينما كنت. قاف التفاعلية، معك أينما كنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لنكمل هذه الحلقة من برنامج حق تلاوته. نستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا على الشاشة، عبر الواتساب أو عبر الاتصال المباشر أو أي وسيلة اتصال ترونها مباشرة. حتى تأتي اتصالاتكم نتابع الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض أثناء تلاوتهم للقرآن الكريم. في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون، الذال هنا البعض يفخمها فيقول ويذرون، وهذا خطأ شائع. فالذال ينبغي دائما أن تكون مرققة، هي والياء التي قبلها. وسبب التفخيم هنا وجود الراء المضمومة التي حكمها التفخيم، لكن البعض يجري حكم التفخيم على كل الحروف في الكلمة، وهذا من يعني قصور تطبيق الصفات لدى القارئ، كما ذكرنا من قبل بأن من فوائد معرفة الصفات أننا نعرف الحروف القوية أو الصفات الحروف، فنميز الحروف ونخلصها عن بعضها البعض. معنا الآن الأخت شاهيناز من الجزائر، تسجيل بصوت الأخت شاهيناز، نستمع لشاهيناز. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة،
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أخت شاهيناز على هذه التلاوة الطيبة المباركة. ملاحظتان خفيفتان في تلاوتك المباركة. الملاحظة الأولى، الحروف المفخمة ينبغي أن ترفعي تفخيمها قليلا. وللمطلقات، طبعا أنت تقرأين لورش فهو يفخم اللام، فينبغي أن تفخم الطاء واللام والقاف. وللمطلقات، فهذه تحتاج أن ترفعي مرتبة التفخيم فيها قليلا. وكذلك في الضاد، عندما يعني في ضاد أضعافا لا يوجد قلقلة في الضاد، إنما هي استطالة، أضعافا بهذا الشكل. طبعا الأخت شاهيناز كانت تقرأ على رواية الإمام ورش عن الإمام نافع. شكرا لك يا شاهيناز على هذه التلاوة الطيبة، فتح الله عليك وزادك من فضله. معنا الآن تسجيل بصوت الأخ محمد من المغرب. أهلا بك يا محمد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. شكرا لك يا أخ محمد على هذه التلاوة الطيبة المباركة. الملاحظة الأولى عندك القلقلة، بارك الله فيك. ويبسط، إذا وقفت على الطاء صارت الطاء ساكنة ففيها قلقلة كبرى، فينبغي أن تقلقل القاف الطاء عفوا. وأيضا يقرض، القاف أيضا فيها قلقلة فينبغي أن تقلقل القاف الساكنة، بارك الله فيك. أيضا عندنا، أنت قرأت على رواية الإمام ورش عن الإمام نافع، وورش يقلل الألف من ديارهم، فينبغي لك أن تقلل الألف، يعني تكون بين الألف وبين الألف الممالة، هنا ألف مقللة من ديارهم. وقد تحدثنا عن الألف المقللة عند حديثنا عن الحروف الفرعية في حلقة سابقة. كذلك أخي محمد بارك الله فيك،
حرف الثاء مرقق، فينبغي لك أن تحافظ على ترقيقه ولا تفخمه حتى ولو كان مفتوحا فهو مرقق دائما. شكرا لك على هذه التلاوة الطيبة وجزاك الله خيرا. معنا اتصال من الأخ عدي، أهلا بك يا عدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، الفتى عدي أو عدي؟ عدي. أهلا بك يا عدي، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فتح الله عليك يا عدي، كم عمرك يا عدي؟ 10 سنوات. ما شاء الله، فتح الله عليك وأقر بك عيني والديك، تلاوة طيبة مباركة تفرح القلب وتثلج الصدر. فتح الله عليك وجزى الله من علمك خيرا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، فتح الله عليك يا عدي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك علما من أعلام القرآن الكريم إن شاء الله تعالى، فيك الخير والبركة. ما شاء الله. نتابع أيها الأحبة في بعض الأخطاء الشائعة. والذين يتوفون، كاد عدي أن يخطئ فيها لكنه تدارك لنفسه ولم يخطئ فيها، وقد نبهت عليها قبل قليل. ويذرون، نبهنا إلى الذال أنها مرققة دائما. أزواجا، الزاي هنا ليس فيها قلقلة، الزاي ليس فيها قلقلة، فالبعض يقول أزواجا وهذا خطأ لا ينبغي أن يقع فيه الإنسان، لأن حروف القلقلة هي قطب جد فقط. وصية لأزواجهم متاع، وصية لي، البعض يبالغ في زمن اللام هنا وهي لام مشددة بسبب الإدغام فيقول وصية لأزواجهم، وهذا خطأ شائع، لا ينبغي زيادة الزمن عند الإدغام بغير غنة في اللام عند اللام أو الراء،
فنقول وصية لأزواجهم، نوضح تشديد اللام ولكن دون زيادة في الزمن. لأزواجهم، طبعا إتمام الكسر في الهاء أمر يعني دائما نذكر فيه، إتمام الكسر في الهاء إذا كانت مكسورة وإذا كانت مضمومة أيضا. لأزواجهم متاعا، الإدغام استكمال وإتمام الغنة هنا لا بد منه أيضا. غير إخراج، غير إخراج أيضا هنا لا بد من المحافظة على تفخيم الغين وتفخيم الخاء، كل حرف حسب المرتبة المناسبة له. والجيم أيضا عندما نقف لا بد من بيان القلقلة فيها. معنا من مصر تسجيل صوتي بصوت الأخ محمد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف، حق على المتقين. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. لكم آياته. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله. صدق الله العظيم. شكرا لك يا محمد على هذه التلاوة. لديك بعض الملاحظات في ضبط كلمات القرآن الكريم. نبهت عدة مرات في هذه الحلقة على كلمة يتوفون وليس يتوفون. يتوفون منكم ضم الياء هنا وليس يتوفون، ينبغي أن ننتبه إليها، بارك الله فيك. كذلك يبين الله لكم آياته وليس الآيات. كذلك في الآية التي قبلها وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا وليس حق، حقا على المتقين. كذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، نحن نقرأ برواية حفص فيضاعفه بفتح الفاء وليس بضمها كما في غيرها من الروايات. فيضاعفه بفتح الفاء، بارك الله فيك. والله يقبض ويبسط بضم السين، يعني هنا نقرأها بالسين وليس بالصاد، ونحن نقرأ على توسط المنفصل لحفص. أيضا بارك الله فيك، أحكام التجويد عندك كما في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا، الإخفاء إخفاء النون عند الخاء وإخفاء الميم عند الفاء هذا خطأ نبهت إليه قبل قليل أيضا، وقد تكرر الخطأ عند الخاء. فإن خرجنا أيضا هذا خطأ، فإن خرجنا لا بد من إظهار النون عند الخاء دائما لأن الخاء من حروف الإظهار. بارك الله فيك يا أخ محمد، أوصيك بأن تتابع حلقاتنا، بالإضافة إلى لو أمكنك أن يعني تلتحق مع معلم تضبط معه تلاوتك فهذا أمر مطلوب وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يكتب لك أجر
التلاوة وأجر المشقة. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فتح الله عليك يا محمد. ما زلنا في الآية: غير إخراج، قلنا في قلقلة الجيم فإن خرجنا، النون عند الخاء كما ذكرت قبل قليل لا بد من إظهارها لأن هذا إظهار حلقي، وكذلك لا بد من قلقلة الجيم خرجنا، والبعض هنا يعطي الجيم رخاوة فيقول فإن خرجنا، خرجنا هنا صارت الجيم مختلطة بين الجيم وبين الشين، وهذا خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، بل ينبغي أن نعطي الجيم الشدة ونعطيها الجهر حتى تكون مقلقلة بشكل جيد. فلا جناح عليكم، الحاء مع العين، لا بد من تمييز الحاء والعين وهما حرفان يخرجان من مخرج واحد، فلا بد من تمييز الحرفين عن بعضهما لقرب أو لاتحاد مخرجهما، فأحيانا يتداخلان مع بعضهما فينبغي للقارئ أن يميز بين الحرفين. فلا جناح عليكم، في عليكم في الميم عند الفاء أيضا لا بد من إظهارها، وكما نبهت واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، احذر أن تختفي الميم عند الميم عند الفاء عفوا وعند الواو. فيما فعلن في أنفسهن، فعلن، اللام هنا سبق ونبهت أن اللام ينبغي أن يكون اللسان عند النطق فيها في وسط الفم من يعني بهذا الاتجاه، ولا يميل اللسان يمينا أو يسارا عند النطق بحرف اللام، فلا يصح أن أقول فيما فعلنا أو فعلنا، وإنما أحافظ على اللسان فوق الثنايا الأمامية مباشرة، فعلنا بهذا الشكل. في من معروف، هنا الفاء أيضا نتركها تخرج مع الهمس وجريان الهواء فيها، ولا يصح أن نعطيها قلقلة بأن نقول معروف بهذا الشكل، أو نقلقل العين أيضا خطأ، معروف أيضا هذا خطأ، فلا قلقلة في العين ولا قلقلة في الفاء. وللمطلقات، اللام دائما مرققة عند حفص، لا تفخم إلا في لفظ الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم، أما هنا ففي هذه الكلمة اللام مرققة لكن قبلها حرف مفخم وبعدها حرف مفخم، فصار حرف مرقق بين حرفين مفخمين، فكثيرا ما يفخم تبعا لهما، ولذلك من الأخطاء تفخيم اللام في هذه الكلمة، فينبغي أن نحافظ على ترقيق اللام. وللمطلقات بهذا الشكل. متاع بالمعروف، الإخفاء الشفوي أيضا نحافظ عليه. حقا على المتقين، قبل قليل كان أحد الإخوة قرأ أظنه من المغرب يعني مع كثرة التنبيهات لم أنبهه على هذا وأذكره الآن لمناسبته. الياء أيها الإخوة والأخوات دائما نخفض فيها الفك السفلي، الياء المدية، على المتقين وليس المتقين، المتقين، سميع عليم بهذا الشكل، فينبغي أن نحافظ على خفض الفك عند النطق بالياء المدية. ألم تر إلى ترى، التاء والراء، الراء مفخمة هنا لأنها مفتوحة لكن التاء ينبغي أن تبقى مرققة لأن التاء مرققة دائما. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، ديارهم هنا ألف مدية لحفص لابد أن نفتح فيها الفم جيدا، عند ورش كما نبهنا قبل قليل الأخت ديارهم بالتقليل، لكن عند حفص لابد من فتح الفم بشكل جيد. لذو فضل، الضاد لا قلقلة فيها إنما هي ضاد فيها صفة الاستطالة في قوله تعالى لذو فضل، وفي قوله تعالى أضعافا، فلا قلقلة في الضاد أبدا. هذه بعض التنبيهات التي يمكن أن نراعيها عند قراءتنا لهذه الآيات المباركة من كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة
من برنامج حق تلاوته. نشكر لكم متابعتكم ونشكر لكم مشاركاتكم، ونتمنى دائما أن نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.